سمعت شنو قلتي لي؟ قلت لك شكرا بزاف على الثقة اللي وضعتي فيا. السلام عليكم. الاسم ديالي سفيان نجيم، ممثل مدينة أكادير، العمر ديالي 25 سنة. المشاركة ديالي في ستاند اب كيف ما كنقولها ما كانتش عباتية، كنت فكرت لها بزاف د الخطرات، عاد قررت أنني نجي، وفعلا زعما ما بين أحسن الحوايج الأولى، ما بين أحسن قرارات اللي خديت في حياتي هو أنني جيت شاركت في ستاند اب. كانت تجربة رائعة جدا، لأنني فريمون تلاقيت مع دراري زوينين، وما ما وقفاتش ديك العلاقة ديالنا فقط غير في ستاند اب، حتى مورا زعما مورا ستاند اب فاش خرجنا مشينا بقى التواصل بعضياتنا، وكذلك لي كوتش حتى هما بعضياتنا، زعما ما كانش داك التعالي ما بين لي كوتش ولي كونديدا، بالعكس كانوا معنا بحال فيك، ما كانش زعما بيننا وبين لي كوتش كانت علاقة أخوية، دونك وتا العلاقة ديالي مع الكوتش رشيد زعما كانت علاقة أخوية أكثر من أنها كونديدا وكوتش ديالو. اكيد انا من نهار زعما جيت للستاند اب وتقبلت في الكاستينغ، الهدف ديالي الوحيد هو انني نوصل للفينال، مي ما كنتش زعما بالنسبه للتتويج، ما لان ما كيبقاش انا في يدي، داكشي كيكون ديال الله سبحانه وتعالى، وشوف الى حبب الخلق ديالو فيك باش انهم يصوتوا عليك كتكون حاجه مزيانه، مي الان داكشي اللي عليا درته لي برايم كلهم اللي كيدوزو لي كونديدا بلي جوري، راني دزتهم بلي جوري، والفينال هو كيبقى تحصيل حاصل، يعني الى صوتوا لك الجمهور كتقدر ديها، ما صوتوش لك ما دياش، ولكن الهدف ديالي هو انني راه وصلت للفينال، داكشي اللي عليا درتو انا هكا كنشوف الفينال، دونك ديجا انايا توجت بلي انني وصلت للفينال. كذلك الهدف ديالي في ستاند اب هو انني نحاول ندير انني نهضر في افكار اللي هما جداد ماشي مكونسوميين ديجا، دونك راه تقدروا تشوفوا لي برايم ديالي، هضرت على الانسان البدائي، هضرت على بقى حارقه، هضرت على الدراري ديال هايبرو، من بعد درت واحد الكومباريزون ما بين لافاليز والباليزا، ودابا انني سكيتش ديال غدا اللي غيكون زعما اللي غيكون على رمضان، انني ما هضرتش على رمضان كرمضان كيف ما كنعرفوه، خديت واحد البيرسوناج في داكشي اللي كنستعملو في النظام بحال سليلو، انا هو سليلو، غنلعب انا سليلو، وكذلك سكيتش الاختياري اللي غنلعب فيه انا مول الاحصاء، دونك حاولت انني نسيب لي الافكار جداد باش انني نكون ديفيرنت على الدراري اخرين. انا الحياه ديالي هو انني مقاول ذاتي، يعني عندي بروجي ديالي ابار زعما ابار ستاند اب، كنت ديرو غير زعما باش انني نجيري الحياه ديالي وصافي، مي الهدف ديالي في الحياه هو انني نكون فنان، لانني بحكم كندير المسرح، يعني فنان مسرحي، كنمارس المسرح دابا شي 9 سنين هادي تقريبا، دونك انا فنان مسرحي والحياه ديالي مسرحيه كلها، دونك ماشي كنطلع لايف عباد الله، وانما انا داخل في واحد المود اللي هو فريمون مسرحي، دونك الهدف ديالي الاخر والاول في الحياه هو انني نكون فنان، فريمون باغي نكون فنان. المسألة ديال الفلوس ديال 20 مليون فريمون عمري فكرت انني اشنو غندير بها، ولا اما بصح حتى مع الدراري اللي كانوا معنا زعما في الاكاديمي وما عارفين هذه المسألة، عمري الهدف ديالي الصندام ماشي هو 20 مليون ولا زعما يكون زعما مادي، بكثر انني غير يحبوني الناس وحدين اخرين ويعرفوني اشنو كندير، هذا هو الهدف ديالي. شوف بالنسبه للمنافسه كنظن كلهم منافسين بحكم انهم وصلوا معايا للفينال، دونك كلهم منافسين، ما غادي نقص من حتى شي واحد وكلهم نيفو، دونك كنحاول انني ندير مجهود باش انني نكون في نفس النيفو ديالهم، ولا نتوفق عليهم، هاد الشيء نورمال زعما انني خصني نفكر هكا، وانما بالعكس ما كنشوف حتى شي واحد زعما واحد حسن من الاخر، كاملنا بحال بحال بحكم اننا وصلنا للفينال كلنا بحال بحال. الكوتش ديالي اللي هو رشيد رفيق، اللي بغيت نشكره فريمون، بغيت نشكره بزاف، لحقاش من نهار زعما من نهار بدينا هاد المسيره ديال ستاند اب عمر ما حسيت براسي انني كونديدا هو كوتش، بالعكس
في الخدمه ديال ملي كنقدو بريبارو لي سكيتش كان فريمون زعما الافكار اللي كنجيب ليه كان كيستقبلهم ما كانش عنده ديك لا انت كونديدا اجي نعطيك فكره اخرى بالعكس كان بعض المرات كيعطيني هو افكار و الا ما عجبونيش كيقول لي شوف حيدهم ودير ولا ديرها بطريقتك ولا شوف شي حاجه اخرى تعجبك وبهكذا انا لقيت راحتي داكشي علاش كنبدعوها حنا دابا وصلنا للفينال يعني بيه باش وصلت للفينال شكرا بزاف رشيد وشكرا السلام عليكم مصطفى عليوة ممثل مدينة الدار البيضاء الفكرة اللي كيفاش جاتني فكرة ديال المشاركة ديال ستاند اب صراحة أنا خريج ديال المعهد كنت في المعهد ديال الحي الحسني قريت 7 سنين ديال المسرح ديالي ومن بعد شاركت في مهرجانات كثيره منها مهرجان الوطني فوكاين الشباب بزاف ديال المهرجانات بريباريت على راسي باش انني نهار طيح الفرصه انني نشارك في برنامج ديال اكتشاف المواهب نكون ندوز في احسن صوره ما ندوزش باهت ولهذا خدمت عليها بزاف وكنتمنى من الله ان زعما الخدمه اللي كنا خدامين شحال هذه ما تمشيش هكاك والحمد لله الخدمه اللي خدمنا شحال هذه والتدريب اللي كنا كنديروا كل شيء ما مشاش هباء منثورا مشكورين بزاف لي كوتش ديالي سعيد وديع على المجهودات اللي كانوا كيديروا معنا كنا كنبقاو حتى 4 الصباح 5 الصباح كيبقاو خدامين معنا باش حنايا نبانوا في احسن صوره عطاونا من الخبره ديالهم ومن لي تكنيك ديالهم عاونونا بزاف باش اننا نظهروا في هذيك الصوره اللي ظهرنا فيها كانوا بزاف العراقيل ديال انني ما نشاركش هذا العام ولكن الحمد لله تحدينا جميع العراقيل وكتاب انني نشارك هذا العام كنت كل برايم كنحاول انني نفوت غير داك البرايم بوحدو كنفوت البرايم الاخر عاد كنفكر في البرايم اللي موراه بقيت غادي برايم تلقيت راسي في الفينال كيما قال بونو الحمد لله كنتمنى من الله التوج بالتوفيق من عند الله ان شاء الله ونتوج باللقب ديال ستاند اب 2024 ان شاء الله كان هذا التتويج هذا ديالي الوالده ديالي اللي ملي كانت عندي 11 عام كتقول لي دائما كنتمنى انني نشوفك شي نهار في التلفازه بحكم انني كنت كنمشي لدار الشباب وكنلعب مسرحيات وهذه كتقول لي دائما كنتمنى ان شاء الله غير امتى نشوفك في التلفازه الحمد لله شافتني في التلفازه وجات حتى لهنايا حتى هي تبانت في التلفازه دونك هذا انا زعما فرحان وفخور براسي على هذه القضيه هذه ان الوالده خليت الوالده ديالي فرحانه بيا ثاني حاجه كان هدي للزوجه ديالي والوالد ديالي وخوتي كاملين الزوجه ديالي اللي كانت يلاه ولدات باقي عندها تقريبا 15 يوم باش يلاه ولدات وقالت لي ماشي مشكل غيسير حقق الحلم ديالك خدم على راسك كنتمنى لك التوفيق وشجعتني وهي عطاتني الاريحيه اكثر قالت لي دابا البنيه اللي تزادت غادي تحتاج غتاكل على الحليب دونك حتى يا شنو الدور ديالك سير خدم وجيب ودير هذه وجيب فلوس الحليب وليكوش وجيب 20 مليون ديال الحليب وليكوش وجي دونك كانت سند قوي ليا كنشكرها بزاف وتنشكر جميع العائلات كاملة لا عائلتي ولا عائلتها ولا كلشي صراحه البرايم الاول كيكون هو اكثر برايم فيه الضغط نقدر نقول لك اكثر من الفينال لانها كتكون جاي ما عارفش اجواء كيفاش كدوز ما عارفش زعما جاي كتشوف داكشي اللي في التلفازه ولكن داكشي اللي هنا ولي بريباراسيون وكيفاش انت غتبان وكيفاش انت غتطلع ما كنتيش عارف عليها حتى شي حاجه دونك دابا في الفينال عارف البلاطو عارف الجمهور عارفك لجنه التحكيم عارفاك الناس عارفينك دونك كتدخل مرتاح لاسين واخا كاين الضغط ديال اللايف ولكن حنا كن دائما كما بالتعليمات ديال لي كوتش ديال دخل استمتع بالسكيتش ديالك واذا استمتعتي انت راك غتمتع الناس